السلام عليكم الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده رياكت جديده الاولاد بلحى يهبطلنا تراك شنو نحب بسعاده وبسعاده اقوى من العاده صحيح بسعاده وبسعاده الاولاد اقوى من العاده امباير يهبطلنا تراك اسمه ريفيرونس والله كبيرك مره شفتني عملت هيك حاسين الاولاد قبل ما نمشيو نسمعوا نحب نقول حاجه جماعه تيك توك اش بكم وليتوا ضعاف في المونتاج ما عجبتونيش فما واحد قال السيد هذا كلب متاع فلوس ودنيا ويتبع لي في فاستي وقال بهم تاع فلوس السيده ضايف فهمتني وانتم بعثتوا لي حطيتوني اني بعد ونحكي ما عجبونيش الكلمتين لذا حط الكلمتين هذوما باش نقولهم لك توا فهمتني وعمل لي مونتاج بتاع قصف جبهات ودنيا ومركيني في الانستغرام برو باش نهبطوا عندي ونمركيكم اخويا اقوى مونتاج فهمتني حاسين الاولاد السيده ضايف نحب نقول له صحيح اني كلب تاع فلوس اما ما عمري ما قلت على غنيه منيك زبوره خاطر مولاها عاطيني 150 الف قدام منيكا قدام نايك اسمعني عمرنا احنا كي قوموا نشطحوا على غنية خاطر نحسها على الجو عمرنا ما قمنا نشطحوا على غنية خاطر خالصين عليها والله زبورة حتى نعرف كان الرخصة تخلص نعرف كان الرخصة تشطح بالفلوس ومنيك اخوي منيك اخون اسمعني راهو العباد فايقة بيك اخونا والله العظيم يعني هما جاو يقولوا لي والله يعني فايتوا الموضوع شوفوا متين جيتوا معناها عندنا توا عنده الموضوع يجي 8 ايام ولا جمعة قالوا لي يا ابو سعاده ما حشمش يحكي على فلوس وهو يطلب في الفلوس في الرياكتويت صحيح معناها شفت حكمه ربك سبحانه يعني كلامك دار عليك انا ما حكيت شيء راي العباد جاي تحكي يا برو راهو راسو خايف لا انا فرد اقدر ولا فرد عبار الناس تعرف برو ما عم انا كي يقول كلب فلوس العباد تعرف اللي هو ماهوش من القلب خاطر كي يجيو يطلبوا مني رياكت ابو سعاده يرياكتي بلاش ما يطلبش الفلوس على العبيد حصلوا الاولاد نمشيو نسمعوا امبايا ايه حشتو ايه حشتو شنو لنا في هذي ما عرفش خلي شني اني شني ما تخلصش نخدم على روحي ما نخدمش على روحي من قبل انت من 2019 ومن 2020 تاخذ الفلوس بالسكريتو سكريتو وقت اللي احنا حكينا اللي انتم رخاص وتخدموا بالفلوس وليتوا زعما هيك علنن وكذا اي ليتس جو مامين عنده 45 دقيقه برك من الهبط امبايا اخر تراك نورمال مو في الالبوم البوم نوت كيكه ولا مانيش غلط نوت البوم اخر تراك في الالبوم نورمال مو نوت نوت لا مش او هوني او نوت ان او تي اي نوت اللي هني في ربي حاجتي بحاجه سهله ما تقوليش في الانجليش تقرا اي او تحيه لكل تونسي متمكن من اللغه الفرنسيه وتمنياتي بالحق انكم تجتهدوا باش تكونوا لنا سفراء والا تكونوا مسؤولين ولا اللي هو باش تخاطبوا فرنسا وتجيبوا لنا حقنا من فرنسا لحظه الانترو 3 دقائق نيك اسمعك الموضوع لكن لكن متمكن من الفرنسيه برو وتتزبر بها علينا تحت حيط برو خليك خليك خلينا خلينا ليتس جو ما مان ليتس جو تلاش زعما الغلط من تلاش الغلط تاني مهما العيله نغن مرتاحش صحيح نخفوش بدي مني افكاري يخرب بيك اللي سمعوني برا شوية البس 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 يجيب لي البس خاطب بها فرنسا ويجيب لي حبيب من فرنسا تالي قل الزبش بك تعايت على اخوك من رجل هاني تال نصر اخي كنيتك اللي نسمع فيه ما نسمعوش الولاد كي بالاحسن برجولية من لا كوفرويت يخدم بها قد لمعت عينا عفيف يا حاج عفيف يا حاج ربي فيري القطعة اللوفري نفس الفيلينغ تولى بريد كيوس قرف انا ايبريد مش فرد ليفل في الديليفيري سبي خويا خبا خدمة الواحد يبدا يحفر مع التراب يا ودي لحظة لاني كليبوز الساعة دي فاش يعمل السيد سناني الساعة هنشوف الصوت عندي 100% مليك انت يا برامو خطر الكاسك بتاعك اصبر ولات الموسيقى عندك اقوى من عندي يلا نكمل كيبتك مراقين بكيني ما وصلتش مش فرد ليفل في الديليفيري كليبتك مراقين بكيني ما وصلتش مذيع وفيتورينج ماني شريك اش تتبع بكيني ما وصلتش مذيع وفيتورينج سمعتوا هذا وين سمعتوا عند شو اسمه انت بتذاكر من ورايا لا لا مش تراك لا نحكي على البار يشبه هذا لا قالوا شو اسمه تذكر معايا تذكر معايا شكون قال ما نجحتش لا بتفيت ولا رقدت مع المذيع برا عرفتها ولا ايه برا ما عرف نفس الاطار ايه نفس الاطار معود وجهك تقولش فيجورين
تونس برشا ريسك دق على الموت وقع معاود وجهك تقول شنو؟ ما كبتتها؟ تتبع بيجينيه معاود وجهك تقولش فيجورين فيجورين هاكي كلمة على روح تونس برشا ريسك دق على الموت وقع واحد نفس الحالة واكف نفس المحطة تحب فلوس تحلل ملقيتش الحالة تحب تحط الحطة وستك عبد محطم كلمة فين تتحرك كدين شي ما يجد وكليتها يا اخونا التكنيك خليني ما نركزش في الكلام التكنيك ضربة يمين ضربة يسار يمين يسار برجل يلا انت تفرق اللي عملته تفرق نص حياتها فرق عليهم فاش يشدوا زي ملكي تعدى الناس الكل تسبوا ريفيرونس لافريك مانيش نحان حطوني بلاك ليست حاكم سلاح حيتقول اش معطي الزبي مانيش نحان حطوني بلاك ليست مادافاكرز مانيش نحان يا برو من استحالة حطونا بلاك ليست يا طحا حاكم سلاح حيتقول اش ماتريكس دولة طاحت سيستم تدريس ميكسا دين كبير في اصلي بشيوة ملايين فايدة صحتي بشيوة ملايين الفايدة صحتي بباين تحكم في السير كلوب حديد وبزاز البلاستيك نقعد للفيروس كلوب حديد وبزاز البلاستيك لافريك من يستحان حطوني بلاك ليست حاكم سلاح حيتقولش ماتريكس دولة طاحت سيستم تدريس ميكسا دين كبير في اصلي شيرو بلاين فايدة صحتي صاحبي بايم تحكم في السيت قلوب حديد وبزاز البلاستيك برا برو برا اخونا ايش بي هذا يا اخونا يا برو نحبك تهبط تراك اني ما يعجبنيش ونقول اه ما شيختش عليه بليز برو بليز زبي طلب بنيك من عند خو نحبك تهبط تراك نقول ام والله الحقيقة مش يخدش عليه برشا سيبي نقعد شيف السنفوني علاش تقارنوني برابريت سراقي كلامي ينطرولي برابريت سراقي كلامي ينطرولي اي ما كانتروني دولة سنفوني علاش تقارنوني برابريت سراقي كلامي ينطرولي الخدمة كانتروني دولة كنترولي هيزز بوندرولي ديما كامبيوني فايدة في الفينيسيون دمبيرت في التسعين ماركت جينيراسيون لاين 95 دمبيرت في التسعين مدريدي السيد ابرامون كمي دايا نشبع ما نرشوف الحج عانا كلاب مليون جيل حساب رد شكون يخدم وصبر مش فرطونا زهر قلت ولدنا عرايا اليوم مش فردك قدر تكني وبدري الكل تولدنا عرايا نايك مش نفر اما اليوم ما نش فردك قدر ما تجيش تقولي الكل نولد تسعة ما هنش نفر قدر الكل نولد تسعة ما هنش نفر قدر صحيح هذا اللي نحكي لك فيه حبك توصل له برو ريت خاطر لا هذا يحكي لي باي مش انت تحكي لي فيه نحكي لك معناها هذا هو الموضوع اللي ندورو فيه قلت لك يا برو ما ناش فرد عبار معناها كي اصل كي تجاوب ناس كي منكاك بالرسم انت قلت يعني جاوب وانا قلت لك لا ما وقتها كنت متحمس على خاطر نعرف قدره بالضبط شنو هو نكملوا اخونا نكملوا وانت بصراحه انا ملموت جيب ميحاض معاك رياكتي والله تحط معاك اقسم بالله تشوف ماك تحكي والله تحط بعداك مقعد وتحط له الكاسك في اللي تجبد الساش والله يا برو الله ايه ماذا في بلدنا ما تولش تكنولوجيا وفي بير انت ما تطورتش في توريست نبرمج لعبه دولة بوليس ديما قاعده تقعد توريست نقعد للبلاد امباير تونس انت نون تي امباير تونس انت نون تي نايك مانيش نحان حطوني بلاكليست حاكم سلاح حيتقولش ماتريكس دولة طاحت سيستم تدريس ميكسا دين كبير في ياسلين بشيوة ملايين فايدة صحتي برا هنايك يا برو التكنيك وبالله زيدة كعب اخرى برا هنايك عفيف شوف الماسترينج لهني في الرفراء هذا مش كما رفراء العبيد قتلك يا اخونا سكروا تليفوناتكم المازنجر تعبنا بالرسمي تعبنا المازنجر تليفوني هذا المازنجر تعبنا يا برو مازنجر نيكو مودافيون بلاك ليست بلاك استيو ولا انك تلتلتني يلا انت تدريس ميكسا دين كبير في اصلي شو ماين فايدة صحتي صاحبي باين تحكم في السير اسمع عليك بدي اسمع عفيف تسمع فيه ولا مش كيما الرفرا الاول كيما الرفرا الثاني لاني قاعد ينحي في شو اسمه بيست لولانية ويخلي في الباك اللوتانية واحد اسمع بصبرها طلعت في اصلي شو دولة طاحت سيستم تدريس ميكسا دين كبير في اصلي بشيوة ملايين فايدة صحتي صاحبي باين تحكم في السيرك قلوب حديد وبزاز البلاستيك نقعد ريفيرونس في الافريك نقعد ريفيرونس في الافريك استحان حطوني بلاكليست حاكم ساحة يتقولش ماتريكس دولة طاحت سيستم تدريس ميكسا دين كبير في اصلي بشيوة ملايين فايدة صحتي صاحبي بلاي ليست طوى 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 بلاي ليست طوى
نتحكم في السيرك كلوب حديد وبزاز بلاستيك نقعد ريفيرونس في الافريك كاو نقعد ريفيرونس في الافريك والله عاودنا عاودنا شويه خل نحطها بتا... شويه تاع خليني خليها كيما هي خليها تمشي لويه لويه نطولوا على العباد لويه خليها تمشي لويه لويه والله شفنا واش نعاود نسمعها والله شفنا عاد في لايف والله شفنا والله شفنا انت بي الاوليد شوف السيد هذا يا خويا يعني والله العاد نركز معاه اقسم بالله وليت نسمع الموسيقى ايش اقول لك حاجه وليت امباير نسمع الموسيقى تكنيك والانستري كيفاش ماشي السيد مع الواحد ما برو ومعروفه سبحان الله راه في تركيبتنا احنا مش كي المرأة كي الراجل المرأة تنجم تعمل زوز حاجات في نفس الوقت الراجل لا نجم يعمل حاجة برا السيد هذا ما تنجمش تفهم بارولو فاش قاعد يقول وفي نفس الوقت تركز مع التكنيك وتركز صحيح هكا شغلت لك ما تنجم يا أخونا تخبيل هذا يخبيل العبد هذا يا مريض أخويا ربي حجب عليك ربي حجب عليك بالأحسن وحاجة بالحاجة. أخرى باللي حاجة أخرى يعني إني اللي في بالي اللي الناس اللي سمعت ألبوم نوت في سبوتيفاي قالوا لي اللي مازالوا زوز تراكات ما قبل ما ديكتيو على هذا والاخر يعني هذا نورمالمون الاوترو علاش ما كتبش اوترو زعما مازال فما مطعه اخرى مازال باش يمتعنا بالاحسن زعما مازال برو ان شاء الله يطلع مازال ان شاء الله ان شاء الله يطلع مازال خاطر بالرسمي نعرفوا يعني نعرفهم الاشكال هذوما نعرفهم الاشكال هذوما نعرفهم بعد الالبوم هذا باش يني كنا عام عامين ما فماش ريحته يعني نعرفهم باهي الاولاد لازم نزيدو نستمتعوا الاولاد الاولاد نحب نقول حاجه فيما يخص نستي رجع لي وفسر لي شنو هي الحكايه بالضبط تاع الشان قال لك الكاب سكول مازال يخدم في الكاب سكول مازال هو البيج معناها الجو باهي لكن قال لك الشان نتاع الكاب سكول يعني معروفه بالراب دير راب دير متمرد فهمت شنو هو قال الشان هذيك راني حالل باش ينطلق نستي خاطر ينجم يخدم كل شيء نستي يلعب افلو يلعب ينجم اليوم زاد صحيت وينجم معناها اليوم سمعت حاجه تفرح يعني من نستي انه نستي حابب ينطلق فالولاد الولاد حبا حبا في تونس وفي المرشي نتاع تونس العباد اللي تحسها هيك الارتيستوات اللي استنستوا بها في الكسوة في الاندر جراوند وقت انت تلقى حاب تجرب تجربه اخرى ندعموا الاولاد ندعموا خاطر تعرفش عليه انت ماهوش ذوقك نحترمك على راسي وعيني لكن ينجم يكون ذوق 100 فهم انت نجم توصلوا ال100 يشيخوا عليه تراك هذاك فهم شنو باش يكبر المرشي نتاعنا باش نطيروا بالحق حسنوا الاولاد بسعاده وبسعادك العاده تستحق اي حاجه حاجه اخرى حاجه اخرى نجم تعمل علينا تطلع في الانستغرام حاجه اخرى باش نحاها الاولاد انا انت تاو ما سمعتش شنو قال حتى موضوع كي الزبي حسنوا الاولاد بسعاده وبسعادك العاده تستحق اما انت تقول ما نقولش الاولاد بسعاده وبسعادك العاده تستحق اي حاجه غير الفلوس كلمني ما انت تقول ما نقولش